هنكمل بقى دلوقتي الفقرة بتاعتنا، ووصلنا دلوقتي للفقرة نمرة 3، وهي الفقرة الخدمية، واللي كنا بدأناها الأسبوع اللي فات مع حضراتكم، وعرضنا فيها حاجات عن بيت الشمس ومركز علاج المراهقين في مجمع الصحة النفسية للمرضى في العباسية. واحنا ماشيين بقى على هذا المنوال، وبنقدم لحضراتكم في كل حلقة خدمات مهمة جدا، وجايز تكونوا حضراتكم مش عارفين عنها حاجة أو مش عارفين تحصلوا عليها إزاي. من ضمن الحاجات دي تقريرنا الخدمي في حلقة النهاردة عن هيئة الرعاية الصحية، وهما الحقيقة ثلاث هيئات خاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وده مصطلح مهم جدا جدا جدا. طريقة التسجيل، طريقة تسجيل المستشفيات حتى والمنشآت الطبية، الاعتماد للجهات دي بيتم إزاي وعن طريق مين؟ طب طريقة تسجيل الناس، الناس بقى تسجل في المنظومة دي إزاي، في التأمين الصحي دي إزاي، وإيه المطلوب للتسجيل؟ التأمين الصحي حلم حقيقي بيتحقق، وتقريرنا الخدمي النهاردة من محافظة بورسعيد. كان تأسيس القانون اللي صدر باسم رئيس الجمهورية وبعد إقراره من مجلس الشعب، قانون 2 لنظام التأمين الصحي الشامل، أسس لثلاث هيئات هيقوموا على نظام التأمين الصحي الشامل. كانت الهيئة الأولى هيئة التأمين الصحي الشامل المنوط بيها الصرف أو تقديم الاحتياجات الخاصة بتقديم الخدمة الطبية من اشتراكات وغيره. الهيئة الثانية هي الهيئة العامة للرعاية الصحية، ودي اللي أنا بشغل فيها نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد. والهيئة الثالثة كانت الهيئة العامة للرقابة والاعتماد أو لاعتماد جودة الخدمات الصحية. الخدمات الصحية اللي توفرت في بورسعيد أقدر أقول من وجهة نظر الشخصية طفرة في تقديم الخدمات. نزال العمل على استمرار تطويرها واستمرار استحداث خدمات صحية بمختلف أنواعها في مجال التخصصات والمجالات المطلوبة. نقدر نقول كافة التخصصات النادرة بدأ العمل من فترة على توفير الخدمات في التخصصات النادرة وعالية الندرة، وبالفعل حقق نشاط كبير جدا، ومازال العمل مستمر على توفير باقي التخصصات زي زراعات الأعضاء الكبرى، ودلوقتي بدأت تتوفر في محافظات أخرى تابعة لهيئة الرعاية الصحية. فكرة من التأسيس لنظام صحي معتمد على معايير جودة ومعايير مكافحة عدوى على نطاق يتماشى مع المعايير العالمية. الجهة المنوط بيها الرقابة على خدمات الجودة الصحية أو الخدمات الصحية بمعايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى المطلوبة هي هيئة الاعتماد والرقابة. الخطوات السابقة لده هو أنا بحتاج أن المنشأة دي تسجل في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تقديم طلب للتسجيل مع هيئة الرقابة والاعتماد، وبيتعمل زيارات ميدانية للمستشفى تبدأ تراجع اشتراطات المطلوبة للتسجيل، اشتراطات مكافحة العدوى، اشتراطات الجودة، اشتراطات معايير الأمان وسلامة المرضى. الخطوة التالية بتبقى اعتماد المنشأة بشروط الاعتماد الموضوعة من الهيئة المصرية للاعتماد والرقابة على الجودة الصحية، وبتصدر شهادة الاعتماد بعد كده بالموافقة على الاعتماد لمدة سنة أو لمدة سنتين أو لمدة 3 سنين، وده الحد الأقصى. تم انتقال تسجيل المرضى والمنتفعين لهيئة التأمين الصحي الشامل، اللي هي نقدر نقول الهيئة القائمة على تمويل الخدمة والتأمين على المرضى. بيتم التسجيل من خلال منافذ التسجيل الخاصة بيهم بالاشتراطات والضوابط اللي هم واضعينها للتسجيل. بعد التسجيل بيتم إضافة المريض والأسرة على مركز أو وحدة من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئتين، هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، وبيسجل المريض وبيتم فتح الملف الأسري بتاعه على الوحدة أو المركز اللي التابع ليها محل إقامته، أو على حسب الساعة المتاحة جوه المركز أو الوحدة لفتح الملف. إحنا عندنا الإدارة بتنقسم لأكتر من قسم. أول حاجة قسم الشكاوي، بنستقبل الشكاوي عن طريق أكتر من قناة. أول حاجة التعامل المباشر مع المنتفعين، تاني حاجة بنستقبل عن طريق شكاوي السوشيال ميديا، لينا صفحة خاصة بينا رضا المنتفعين في المحافظة. تالت حاجة في الكول سنتر الهوت لاين بتاعنا، بيستقبل شكاوي ب 15-3-44، ده يعني بيستقبل شكاوي من المواطنين وبنتواصل معاهم لحلها. رابع حاجة في شكاوي الاتصال السياسي وشكاوي البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، وبرضو بنتواصل معاهم وبنعمل على حل شكاويهم. تاني قسم عندنا قسم الاستبيانات،
الاستبيانات ده بنعمله يوميا في كل المنشآت، بنعرف مدى رضا المنتفع اللي دخل المنشأة عن تجربته جوه المنشأة في كل الرحلة اللي هو عملها. القسم اللي بعد كده قسم المجالس التنفيذية، وده مجلس تنفيذي بيتعمل شهريا، بينعقد عن طريق مدير المنشأة وجميع رؤساء الأقسام، وبيحضر ممثل عن المرضى بيناقش الحاجات او المعوقات اللي هو شايف ممكن تكون واجهته او واجهة الناس خلال الشهر ده، وبيتحط زي اجراءات تصحيحيه للمعوقات دي. القسم الاخير قسم الاحاله والتحويلات الخارجيه، القسم ده احنا بنشرف فيه على تحويل المنتفع من وحدات الرعايه الاوليه للرعايه السنويه والثلاثيه، تمام، وان هو اخد اجراءه بشكل صحيح ومفيش اي معوقات بتقابله، وكمان لو مفيش الخدمه بتاعته مش متوفره داخل مستشفيات هيئه الرعايه بيتعمل له تحويل خارجي، وبنتابع تحويله لمنشاه خارجيه عشان يحصل على الخدمه بتاعته كامله وما يبقاش فيه اي مشكله بتقابله عشان يحصل على الخدمه الصحيه كامله. رحلة العلاج بدأت عندنا هنا في مستشفى النصر من 2020، بداية 2020 أدهم الحالة تشخصت إن هو ورم سرطاني بالعقد العصبية، والحالة تشخصت برضو إن هو هاي ريسك، يعني مرحلة عالية الخطورة. بدأنا جرعات العلاج، جرعات العلاج كانت متوفرة، أول بروتوكول بالنسبة لي كان متوفر، بعد كده كان في قالوا هندخل في بروتوكول تاني، البروتوكول كان جرعات اسمها جرعات آيس، في حاجات كانت متوفرة وفي حاجات ما كانتش متوفرة. طبعا ده مش بمزاج الدكاترة ولا الصيادلة ولا أي حد خالص بصراحة، يعني وهما كانوا على قد ما بيقدروا بيحاولوا جاهدين إن هما يوفروها. لازم نبدأ نشتغل في الزرع، الهيئة مشكورة مشكورة جدا، اتحدد لنا مكان للزرع بس احنا بصراحة كنا طالبين في مكان تاني، الهيئة مشكورة فعلا فعلا، وفرت لنا المكان اللي احنا كنا طالبينه والحمد لله اتعمل الزرع. بعد كده طب هو محتاج إشعاع، ويعتبر أول طفل يتعمل له إشعاع في مستشفى النصر. الهيئة بصراحة بالنسبة للزرع أنا ما دفعتش ما تكلفتش أي حاجة نهائي، الزرع اللي هو الأول، الزرع التاني لسه إحنا ماشيين في إجراءاته. بالنسبة للكيمو أنا ما دفعتش أي حاجة خالص، سواء بيتعمل مسح ذري بيتعمل علاج إشعاعي تحت، ما دفعتش أي حاجة نهائي. التحاليل في حاجات بتتعمل برة لأن هي ليها مكانها، يعني إمكانياتها مش متوفرة بس ليها مكانها. للأمانة ان هم بيتذكر في الهيئة ان ما احنا ممكن نسترد الفلوس اللي احنا لو انا دفعت بره حاجة ممكن ان انا ارجع اعيدها، بس يعني بلاقي ان الموضوع مش مستاهل، حرام بيتدفع كتير بصراحة، العلاج غالي جدا، انا عارفة ان العلاج غالي جدا وبيتوفر. فالهيئة بصراحة لا، انا بالنسبة للماديات او بالنسبة ان انا بدفع اي حاجة تخص ادهم، لا نهائي بصراحة نهائي. Thank you.